أهلا بكم مشاهدينا في عدد اليوم من برنامج خطوة. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. الوقت أهميته وكيفية إدارته وموضوع عدد اليوم من برنامج خطوة. والحديث عن هذا نستضيف معنا السيد إبراهيم جعمات. أهلا بك سيد إبراهيم. مرحبا، أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة الطيبة. إذن سيد إبراهيم، أنت مختص ومدرب في التنمية البشرية. قبل أن نشرع في النقاش نشاهد هذا التقرير حول الموضوع ونعود. تحتاج الحياة على سطح الأرض إلى تنظيم الأعمال والأهداف من أجل الوصول إلى الغايات المطلوبة والحصول على السعادة المرجوة. ومن أهم ما يرتبط بمفهوم التنظيم هو الوقت. فقانون الوقت يسير على الإنسان في كل ظروفه، نائما وقائما، سليما ومريضا، صغيرا وكبيرا. فهو لا يتوقف عند أحد ولا يتوقف لظرف ما. فالوقت ينقضي ولا يبقى منه سوى الذكرى والأعمال التي تمت خلاله. فإما أن تتعلم كيف تدير وقتك وحياتك، وإلا ستكون حياتك أشبه بسفينة تتقاذفها الأمواج، لا تدري أين تذهب وكيف تتجه ولأي هدف تسير. فالحياة تشبه رحلة قصيرة في سفينة، الأخطار تحيط بك من كل جانب، وفي أي لحظة يمكن أن تلقى مصيرك. وبالتالي كلما كانت خطتك مرسومة بشكل متقن وتحكمت في وقت إنجازها، كلما حققت الوصول إلى الشاطئ بأمان. نعم، كما شاهدنا أستاذ جعمات، إذن الوقت هو عبارة عن مورد غير قابل للتخزين أو للتعويض. فيما تكمن أهمية هذا المورد اللاملموس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت أهم شيء في الحياة وأهم شيء في الوجود الإنساني، ولذلك الله سبحانه وتعالى أقسم به في العديد من الآيات. أقسم بالشمس، أقسم بالقمر، أقسم بالضحى، أقسم بالعصر، وكلها جميعا من عناصر الوقت. نجد أن الوقت مهم جدا ومحوري في حياتنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسبنا على هذا الوقت. فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أنفقه، من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. فنلاحظ أن سؤالين من الأسئلة الأربعة متعلقة بالوقت. نعم. فبذلك فهو كل شيء، هو الأساس كل شيء. الوقت أيضا لا يتخزن، الوقت لا يعوض، لا يلمس. الوقت لا يلمس، الوقت إذا عاد، إذا ذهب لا يعود، لا يعود. لذلك يقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي الوقت. يقولك: أنا يوم جديد على عملك شهيد، فاغتنمني فإذا مضيت فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نعم نعم. إذن بالحديث عن اليوم الجديد، غالبا ما ينهض الإنسان صباحا سواء كان يدرس أو يشتغل يجد أمامه قائمة طويلة من الأشياء والمهام، لكن غالبا في ينتهي اليوم ولا ينهي هذه المهام. نعم. يعني هنا تكمن مشكلة تنظيم الوقت. قبل الغوص في هذه المشكلة، يعني حدثنا عن سلبياتها. سلبيات ماذا؟ سلبيات عدم تنظيم الوقت. عدم تنظيم الوقت هو الموت بكل صراحة. نعم، هو العشوائية في الحياة. هو العشوائية، غالباً هو التخبط، هو التخلف. أنا أسميها التخلف. التخلف عندما ترى دولة متقدمة، أي دولة متقدمة في أوروبا أو في آسيا أو في كذا، فتجد أن الناس تقدس الوقت تقديسا جيدا وتستغل أوقاتها بشكل عقلاني لا يصدق. تجد الناس في الحافلة تقرأ في البيت وتقرأ، هي شعارات، شعارات توضع على لا يضيعون أوقاتهم. نعم. في حين نحن نضيع، نهدر الأوقات بطريقة غريبة جدا. نعم، للأسف للأسف. إذن ولهذا السبب نزلنا إلى الشارع الجزائري وعدنا بالآراء التالية وطرحنا سؤال: فيما تقضي وكيف تقضي وقتك؟ نشاهد ثم نعود. وقتي تحوس، نحوس، نروح المأكولات خفيفة ناكل ونجي جايه ونحوس وندي لا فيتامين دي لو سوليي جو بروفيت دو سوليي فوالا بروفيتي سورتير فواياجي مانجي ني با فير دو مال وخلاص هذا مكان بون الوقت تاعي بون بطبيعه الحال يا بروغرام ما جو بونس كان انديفيدو ولا نوم ولا اون فام كان با بروبليم دو بروغرام سافو دير دابور اي بيردو
او غرق. انا بيرسونيل شخصيا عندي ان بروغرام، عندي وقت نقرا فيه، عندي وقت تاع الخدمه، عندي وقت تاع الجامعه، وعندي وقت تاع الدار. بون الوقت راني داير شغل بروغرام باين، نقرا حتى الحشيه الربعه ولا، وعندي لاصال مشكلاش نريح زوج سوايع هذوك تاع كامل، ومن بعد في الليل راني في الحومه مريح، وبلي ويكاند ولا هكذاك نهار ولا نخرج ندور. نقراو حنا نروحو من لافاك للدار، كيكون عندنا هكا جورني ليبر كيما اليوم نجو نديرو شوبينغ، الانترنت، فيسبوك. Moi personnellement bien que le mois est haïssable, je gère mon temps à travers la lecture et la télévision. Parce que sinon, nous n'avons rien fait pour ce qu'on appelle le troisième âge. Et la complémentarité, tandis que chez nous, c'est le temps qui nous bouffe. نعم، إذا كما قال هذا الشخص الوقت يأكل حياتنا إن لم إذا صح القول. لكن التمسنا نوعا من إدراك معنى وقيمة هذا الشيء العظيم، لكن غالبا ما يؤخذ باستهزاء. هل هذا نرجع لعدم إدراك؟ نعم، هو عدم الإدراك هو الأساس. عندما ندرك الوقت ونعرف أهميته نتحرك في اتجاه إدارة وقتنا بشكل صحيح. وهذه العملية أيضا غالبا ما ترتكز على قاعدة ثلاثية، وهي تحليل يعني الكتابة أيضا والتغيير، خطوات أخرى نعتمد عليها لتجسيد تنظيم الوقت في حياتنا اليومية. الكلام كثير جدا، وهذا يقودنا إلى أن نتذكر الأجيال الثلاثة لإدارة الوقت. كان هناك الجيل الأول يعتمد على المذكرات وقوائم المهام، كل يوم عندي مذكرة قائمة المهام أكتب أسجل كل يوم، وفي نهاية الأمر أحاسب نفسي كم أنجزت. ولكن هذه أدت إلى ضغط شديد لدى المديرين ورؤساء الأعمال الذين يلاحقون المهام اليومية التي لا تنتهي. ثم ظهر من بعد ذلك جيل آخر، أو يسمى الجيل الثاني من أجيال إدارة الوقت، أو جيل ظهر بما يسمى بالأهداف الذكية، سمارت. نعم. عندما ظهرت الأهداف بدأ الناس يضعون الأهداف ثم يخصصون لها الأوقات اللازمة، فسرجت شوية الحالة وبدأ الناس يستقرون نوع ما، ولكن بكثرة الأهداف وقع هناك اضطراب في الأهداف، واضطراب يعني في المصالح، وخلط الوجهة، يعني لم يتم اختلطت الوجهة، فاضطروا إلى الانتقال إلى الجيل الثالث، وهو جيل إدارة الأولويات. جيل إدارة نعم. الأولويات، إذن هنا تكمن أول مرحلة لتنظيم الوقت. نعم. يعني وضع أولويات في الحياة، وضع إدارة الأولويات. عندما أضع الأولويات، خلينا نسموها بطريقة أخرى، طريقة الساعة والبوصلة. في السابق كنا نعتمد على الساعة، دقائق، ثواني، كيف أستغل هذا الوقت، الآن البوصلة مع الساعة، الوجهة والوقت. الوجهة والوقت، لا يكفي أن أقوم أو أختصر الأعمال وأربح بعض الثواني أو الدقائق، ولكن إلى أي اتجاه أنا أسير. ممكن أنني أسير في اتجاه خاطئ وأطبق أهداف خاطئة وأسير وأضيع وقتي ووقت الآخرين. ولذلك تقول الحكمة: أفضل أن أكون سلحفاة في الطريق الصحيح على أن أكون غزالا في الطريق الخطأ. نعم، السلحفاة ولكن في الطريق الصحيح، الطريق الموصل إلى الأهداف، الموصل إلى رؤيتي ورسالتي للحياة، وما هي أهم الأشياء في حياتي، ما هي توجهاتي، ماذا أريد أن أعمل في المستقبل، ما هي رسالتي في الحياة، وماذا أريد أن أقدم في حياتي. نعم، وكيف الأشياء التي أعملها وأنفق في سبيلها الوقت هي الأشياء الجميلة التي أشعر بالسعادة وأنا أمشي في هذا الطريق. نعم، لابد من الاستمتاع في كل خطوة نخطوها في هذه الحياة أكيد، لكن يعني نلتفت في هذا العدد لفئة معينة وهي فئة الطلبة. نعم. يعني نحن في مرحلة امتحانات، ولهذا بورتري اليوم سوف يكون عن تلميذة وطالبة سوريا. نشاهد هذا البورتري ونعود. السلام عليكم. Je m'appelle Soraya Sahnoun et je suis étudiante en deuxième année secondaire scientifique. Donc, créer de la filière pour avoir une bonne base et des connaissances, même au cas de la fac, même cumul scientifique. Mes ambitions, c'est d'ouvrir mon propre hôtel, inshallah. J'ai envie de faire hôtellerie et restauration. Et voilà. Un an, on a un voilà, on a un peu de temps. On va être dans les
pour évacuer le stress et tout. Après, je révise le chiqrena ou je fais mes devoirs pour le lendemain. Le temps, c'est très important, surtout en étant étudiante en Algérie, plus précisément, la neige bzaf l'ouakt, donc il faut savoir le gérer. En sachant très bien que l'année fait un lycée où on a un contrôle continu, c'est-à-dire je dois être à jour comme les matières tout le temps. Donc l'école qalaya, dal qalaya ou barra les cours qalaya. Je pense que je résume la vie d'un étudiant algérien. Et voilà, on a le temps pour faire des activités externes ou la sport ou là on n'a pas le temps. Mais ils nous suivent à l'ouakt où ils allègent le programme parce que c'est trop lourd. On n'a pas le temps, même si on veut gérer le temps, même à force, c'est fatigant. Il ne faut pas hésiter, parce que quand vous hésitez ou vous n'allez pas réussir. Ou si vous avez un but, avancez, ne reculez jamais. Inch'Allah, vos rêves ils vont être réalisés. Ou si vous avez un but, ne lâchez jamais. Qui connaît comme le travail, vaut mieux gérer son temps. Quand les vacances bichtrihou, même là les vacances, un impersonnellement marié, tu me donnes des projets et tout, mais c'est pas grave. Quand les vacances d'été, ou inchallah, tu connaît comme toute votre vie pour vous reposer, ou vos efforts auront des résultats, inchallah. Bon, malheureusement, je dis à vous parce que quand c'est bon, il ne faut pas hésiter. Ou quand vous avez une solution à votre problème, il ne faut pas hésiter pour résoudre avec le problème. Le temps est court et on le sait très bien. Il faut savoir gérer le temps ou mettre une note parce que sinon, vous ferez rien. Voilà. نعم، كما شاهدنا نصائح جميلة وفتنا بها الطالبة سوريا. أستاذ، يعني هذه الطالبة تتمتع أيضا بوضوح الرؤية كما شاهدنا، إذا تعرف الهدف وكيف يسعى الشخص للهدف، يعني الوتيليز تنظيم الوقت لتحقيق هدفها. كيف تعلق على هذه الحالة؟ أولا نشكر الطالبة سوريا، تملك رؤية جيدة ومدركة لأهمية الوقت، مدركة لأهدافها في الحياة. والله شيء يفرح عندما نسمع طلبتنا في الثانوية تكلموا بهذا الكلام. نعم. لكن عندي ملاحظة. الملاحظة أنها قالت الوقت ما يكفيناش وكون يزيدونا شوي وقت. ما كانش الوقت، هذه أكذوبة، اسمها أكذوبة ما كانش الوقت. نعم نعم. أكذوبة ما كانش الوقت، الوقت متاح للجميع 24 ساعة، للطالب، للبطال، لرجل الأعمال، لرائد الفضاء، كلنا عدنا 24 ساعة يوميا. ولكن كيف أستثمر هذا 24 ساعة؟ كيف أستعمل هذا الوقت لكي أحقق أهدافي؟ مثلا ما تقوليش ما عنديش الوقت، ولا تقولي ما عنديش الأولوية باش ندير الرياضة، باش ندير نعم هي قالت نعم. ما عنديش الوقت باش ندير الرياضة، لا، هي كان المفروض تقول مع يعني هي في مرحلة الرياضة ليست بأولوية، ليست أولوية. نعم. ولكن أنا أقول بأن بالنسبة للطالب كل شيء أولوي، الدراسة والرياضة والمتعة والترفيه. نعم، لكن يصعب إدارة هذا مع نعم العلم نعم أن هذه شريحة تعيش ضغط، خاصة نعم نعم في مراحل الامتحانات، يعني هي فترات تضغط الطالب. أفضل وسيلة مراهق للقضاء بعد كل شيء، أفضل وسيلة للقضاء على الضغط هو الاسترخاء. الاسترخاء. نعم. في قمة التوتر يا أخويا أنا أذهب وأستمتع بجولة في الغابة أو في الطبيعة، أو أعمل رياضة، أعمل حركة رياضية، أتمتع بشيء جميل هكذا لكي أخفف الضغط عن نفسي. نعم نعم. قبل جيدة. الحديث عن الاسترخاء سيد إبراهيم، إذن أحبذ أن نتحدث عن إدارة الوقت بالنسبة للطلبة. اليوم نحن مقبلون في هذه يعني الشهر المقبل لشهادة امتحان البكالوريا، هناك عدة طلبة يعيشون الضغط، كيف يمكن برمجة يوم هذه الفئة؟ هو الكلام عن إدارة الوقت لا يجب أن نتكلم عليه قبل 15 يوم من الامتحان. نعم. يجب أن نتكلم عليه مع بداية السنة الدراسية، لأنني عندما أضغط جميع وقتي وجميع وقت المركزة وركزها في 15 يوم الأخيرة، فالأمور تكون عرجاء لا تسير. بأفضل طريقة أبدأ أكيد من بداية الموسم الدراسي، أقرأ وأنا مرتاح، أركز، أستمتع فيما أقرأ، يكون عندي الوقت الكافي لكي أستوعب وأهضم كل تلك المعلومات.
ولا تتشتت بفعل الضغط وفعل عدم التركيز إلى غير ذلك. نعم أكيد جميل، لكن بالنسبة هذا عبارة عن تخطيط يعني هناك قصير المدى متوسط وطويل المدى، كل سنة طويل المدى بعض الشيء. بالنسبة للطلبة اللي فاتهم الوقت يعني هذا الكلام سوف نعم خطة استعجالية. نعم. لأن هذا الكلام سوف يكون محبط نوعا ما للشخص. نعم. الذي يحضر الامتحانات. خطة استعجالية الآن نعمل ما أسميه استدراك، أخصص على الأقل مدام ما كانش دراسة 5 ساعات في اليوم دراسة. نعم. 5 ساعات دراسة أراجع فيها جميع المواد، يعني 5 ساعات بعد دوام المدرسي. مفروض بعد البكالوريا الأبيض ليس هناك دوام مدرسي. نعم. مفروض من المفروض. فيكفي 5 ساعات أو 6 ساعات أستطيع أن أخطط، أضع خطة، أدرس المواد العلمية المواد الأدبية، لا أجمع بين مادة علمية ومادة أدبية، أن تكون هناك توازن، وهناك لا يكون هناك ضغط مكثف، وأفصل المواد، نقرأ في الصباح قليلا، في المساء، في الليل، بينهما فترات راحة واسترخاء إلى غير ذلك. في قضية المراجعة أشترك أكثر من حاسة، أراجع وأخطط وألخص وأسمع وأشترك جميع الحواس على حسب ذاكرة الشخص. نعم. يعني ذاكرة حسية وبصرية على حسب نمط كل شخص. وفي نهاية الأمر عندما ألتزم بخطة لا تكون مضغوطة جدا، خطة معتدلة، خطة زمنية معتدلة، فيها المذاكرة، فيها التركيز، فيها الاسترخاء، فيها الراحة، فيها البرمجة الإيجابية، الكلام الإيجابي الذي تقوله لنفسك في هذه الأيام. نعم. أنا سوف أنجح في البكالوريا، أنا في قمة سعادة، أني سعيد لأني سوف أتقدم البكالوريا، يكلم نفسه كلاما إيجابيا. أكيد هناك إيجابياً. نقطة أيضا يعني عندما نرجع بذكاء نختصر الوقت ونقتصد. نعم. هذا. نعم. الوقت بكثير. ما هي الأشياء التي تجعلنا يعني ما هي المراحل أو الأشياء التي تجعلنا نراجع بذكاء؟ كيف نراجع بذكاء؟ نراجع بذكاء الآن عندي نظرة على البرنامج، أقصر طريقة نجيب نماذج البكالوريا ل6 سنوات سابقة، أضعها أمامي. نعم. وأخذ فكرة على المواضيع البكالوريا، وأحاول أن أحل أكبر قدر من النماذج، وأضع نفسي في اختبار حقيقي، قال موضوع رياضيات 3 ساعات، أجلس في طاولة في البيت 3 ساعات، أضع الساعة أمامي 3 ساعات بالضبط، وأجعل نفسي كأني في اختبار حقيقي، ثم أصحح أو أعطي الأستاذ يصحح لي وهكذا. يعني تدرب ذاتي، تدرب بكالوريا اختبار تجريبي كل يوم تقوم به، مادة مليون فلسفة وبعض رياضيات وبعض فيزياء وبعض كذا، على الأقل لكي تألف تلك الأجواء، ولكي تتعلم كيف تدير وقت 3 ساعات، كيف أديرها 3 ساعات هذه تاع الاختبار تاع امتحان. هناك من يأخذه القلق عندما يشوف الموضوع، يرى بأن الموضوع طويل، التوتر وحده سوف يقضي عليك. أكيد. أفضل شيء أنك تكون مسترخي، تكون هادئ جدا، متحكم في وقتك، حتى في البداية ربما تستصعب الأمر، ولكن عندما تجلس دقيقة لا تحرك أي شيء، دقيقة كاملة، يعني أصعب الأشياء البدايات. بداية دقيقة صراحة أقوم بعملية تنفس بطيء، تنفس خفيف هكذا، أسترخي، أكون مبتسما، أنزع كل الضغوط المطروحة على كاهلي، صعب الوقت ما عنديش كذا 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 كذا، ثم أبدأ في الحل، ومباشرة نبدأ بالأمور السهلة البسيطة، ثم الإنسان يسترجع ثقته ويبدأ يفكر بطريقة عقلانية وذكية. نعم. لأنه في البداية التوتر سوف يذهب عنك كل المعلومات. أكيد كل وفق الله الجميع، تمنياتنا لجميع طلبتنا. نعم موفقين إن شاء الله. إذا سيد جعمات، إذا تنظيم الوقت وإدارته وإدارة للحياة ككل، أول خطوة كما تحدثنا هي وضع أولويات. هناك دراسات التي سنوافيكم بها مشاهدينا،
أو التي تقول إلى الانتباه إلى ما سيعطي أفضل العوائد يحررك من الاهتمام والارتباط بالمصادر التي تساهم بشيء قليل أو بلا شيء في نجاحك، فقد تحتاج إلى إلغاء 80% من مصادرك أو تتخلص من 80% مما كنت تضعه في لائحة أولوياتك. نعم، هذا هو لب القصيد. لب القصيد. ستيفن كوفي جعل مصفوفة سموها مصفوفة إدارة الأولويات، رسم محورين، محور أفقي ومحور عمودي. المحور الأفقي سموه محور الأهمية، محور الأهمية فيه مهم في الجانب الإيجابي وغير مهم في الجانب السلبي، ومحور عمودي فيه السرعة، عاجل غير عاجل. فبتقاطع المحورين نتخلص أربع مربعات. المربع الأول مهم وعاجل، مربع ثاني مهم غير عاجل، مربع ثالث غير مهم وعاجل، مربع الرابع غير مهم وغير عاجل. نعم صح. نعم. نحتاج في أشغالنا كلها تدور في هذه المربعات الأربعة، يعني لابد من عملية تحليل. أولا برؤية أولى، ما هو المربع الذي يمكن أن نلغيه لكي نقتصد بعض الوقت؟ غير مهم غير عاجل. هو فيه أمور تافهة، فيه أمور لا فائدة منها، ذهب إلى المقاهي، مشاهدة الإدمان تلفزيونات، إدمان الأفلام إلى غير ذلك. ممكن أن نلغي هذا الجانب لكي نقتصد بعض من الوقت. الأمور الأخرى يمكن أن أفوضها في الأمور غير مهم وعاجل، ويمكن أن نفوضها لناس آخرين يقومون بها. شرط أن يكون المدير يقوم بكل الأشياء ويراقب كل الأشياء؟ غير ممكن. أفوض الصلاحيات لناس آخرين. نعم. على الأقل أن أدربهم على القيادة، في المهم. نشاركهم في القرار، نشاركهم. نعم. في القيادة، نشاركهم في الإدارة إلى غير ذلك. يبقى المهم العاجل والمهم غير العاجل. نحن العاجل أكيد. العاجل أكيد. العاجل المهم، هذه المشكلة يسموه مربع الطوارئ. إدمان العاجل، كل أمر عاجل 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 عاجل، وبالتالي تكون تحت ضغط الأمور العاجلة، تحت ضغط الأمور العاجلة، ونحن نريد أن نشتغل في مربع المهم غير العاجل، والذي يسمى مربع الجودة أو مربع التخطيط والقيادة. كيف؟ أعطي مثال بسيط. أنا طالب في الجامعة مثلا، عندي سنة جامعية، عندي مجموعة من المقررات الدراسية، طول السنة وأنا نائم، وطول السنة في لهو في لعب في أمور تافهة، فليلة الامتحان أعمل ليلة بيضاء وراجع كل المواد. هذا مهم عاجل، مهم عاجل. نعم. ولكن لو نقلنا هذه الفكرة إلى مهم غير عاجل، ماذا يكون هناك؟ يكون هناك أنني أراجع طيلة الوقت، مدام أني أعرف أني سوف ألاقي امتحان بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، فبالتالي أكون قد حررت نفسي من الضغط وحررت نفسي من العجلة وقمت بعمل جيد. أكيد أكيد. وهذا هو الذي نصب إليه، لأنه إذا ركزنا أعمالنا في المهم غير العاجل، سوف نقضي على المهم العاجل. لا يكون هناك أمور عاجلة في حياتنا، تكون كل الأمور محسوبة ومخططة بدقة، وبالتالي في التخطيط عندما يزحف على عدم التخطيط سوف يلغيه، والعكس صحيح، الفوضى عندما تزحف على التخطيط تلغيه. أكيد أكيد. نعم، هنا تتكلم عن بعد تحديد الأولويات إدارة الأولويات. نعم نعم. بالحديث عن تنظيم الوقت وإدارة الوقت، أيضا هناك من يكتسبه وهناك من يرسخه في شخصيته كعادة. نعم. كيف نرسخه ويصبح تنظيم الوقت وإدارته عادة عند الفرد؟ نعم، ترسخه أول إحساس بالوقت، إحساس بأهمية الوقت، ثم الحصول على المهارات اللازمة لإدارة الوقت. نعم. هناك عندك طريقين، إما أن تقرأ كل ما كتب عن إدارة الوقت، وأنصح بكتاب إدارة الأولويات لستيفن كوفي، كتاب رائع جدا وممتاز، بل هو المرجع رقم واحد في إدارة الوقت. نعم لستيفن كوفي. هذه واحدة. الأمر الثاني، أن أحضر إلى دورات تنمية بشرية عن إدارة الوقت، إدارة الوقت وإدارة الاجتماعات وإلى غير ذلك، لأن كل ما أكتسب مهارة سوف أوفر وقت، كل ما أكتسب مهارة أوفر وقت. أعطيك مثال، شخص يقرأ كتاب بطريقة تقليدية بسيطة، ربما يقرأه في 3 ساعات،
ولكن عندما أكتسب مهارة القراءة السريعة نربح ساعتين، ممكن ذلك الكتاب أقرأه في ساعة واحدة. نعم نعم أكيد. وبالحديث عن الكتب ننتقل لإصدار اليوم نوافي به مشاهدينا، هذا الإصدار بعنوان فن إدارة الوقت لدكتور طارق سويدان، وهو باحث كويتي وكاتب وداعية إسلامي ومؤرخ وإعلامي، مدرب أيضا في الإدارة والقيادة بالاشتراك مع الدكتور محمد أكرم العدلوني، وهو مدرب فلسطيني ومؤلف علوم التطوير والتنمية البشرية. في هذا الكتاب نجد عرضا علميا وعمليا لفن إدارة الوقت، ويناقش فيه المؤلفان عددا من النقاط، منها كيف تتغلب على مضيعات الوقت الرئيسية قول، وعلى تشخيص وكيف تشخص الواقع، وكيفية الاستفادة من الطرق الحديثة لتوفير وقت أكبر، وهو عبارة عن ترخيص واختيار لأهم المبادئ المتعلقة بإدارة الوقت. نعم أستاذ، إذا شاهدنا الكثير وكتب الكثير في هذا الموضوع الذي يحدد مصير الإنسان إن استطعنا القول، يعني ما هي نصائح التي يمكن أن تقدمها للعامة لكي نستفيد من الوقت؟ نعم. وكي ندير وقتنا بشكل جيد، أولا وقبل كل شيء أن نربط حياتنا بأهداف، أن تكون عندنا أهداف واضحة ومكتوبة ومخطط لها. يعني أعرف أين أسير في هذه الحياة، لا أسير هكذا عبثا أو بطريقة عشوائية، يجب أن أخطط لحياتي، لأنك إذا لم تخطط لحياتك قبل كل شيء نخطط ليومنا. قبل كل شيء يعني كيف نخطط ليومنا بالنسبة لكل شرائح المجتمع، يعني المرأة الماكثة في البيت، الطفلة التلميذة، والرجل الذي يشتغل أو الذي يدرس، يعني كيف يخطط ليومه؟ هناك ساعات خاصة بالنوم وأخرى للعمل وأخرى للترفيه، كيف يمكن أن ندير هذا؟ هو ندير هذا يجب أن نعود إلى الرؤية الكاملة، أرسم خططي في الحياة، أرسم أهدافي الكبيرة، ثم على ضوئها أستطيع أن أفصل التفصيلات الصغيرة الشهرية والأسبوعية واليومية. نعم. يمكن إذا كانت أهدافي مزدحمة يمكن أن أسعى لأخذ ساعة أو ساعتين من هنا للعلم فقط. مثلا لو الإنسان عاش 60 سنة، هل تعرفين كم يقضي من النوم؟ إذا كان ينام 8 ساعات في اليوم معناه أنه 20 سنة من حياته نوم. 20 سنة بالتمام والكمال نوم. نعم. معناها لو اقتصدنا ساعة من النوم أستطيع أن أوفر في السنة 365 ساعة. تصور ماذا أفعل في 365 ساعة؟ أشياء كثيرة جدا. هذا إذا اقتصرنا على النوم 7 ساعات، وأنا أعرف أن الأشخاص الملهمين ينامون أقل من 5 ساعات، أقل بكثير. نعم. لأنه إذا كانت عندك أهداف قوية وطموح قوي وهمة عالية لا تستطيع أن تنام أكثر من 5 ساعات، صدقيني لا تستطيعين، لأن قوة الأهداف تدفعك إلى الاستيقاظ والنهوض والهمة والحركة والنشاط. نعم. وبالتالي فأستطيع أن أوفر. إذا كان عندي هدف حقيقي نلقال الوقت، أعطيك مثال، شخص مولع بكرة القدم مهما كانت الظروف أمامه سوف يجد الوقت، ورأينا في مقابلة كأس الجزائر النهائي الناس ذهبوا إلى الملعب 6 صباحا، المقابلة على 5 مساء، وجدوا الوقت نعم. وما قالوش ما عندناش الوقت، ولكن وجدوا الوقت. لماذا؟ لأن كرة القدم هي أهم شيء في حياتهم، أستطيع أن أجعل أي شيء هو أهم شيء في حياتي وأوفر له الوقت وأوفر له الجهد وأوفر له كل شيء، فأصبح خبيرا في ذلك المجال. إذا كنت طالبا، إذا كنت أستاذا، إذا كنت صانعا، إذا كنت حرفيا، إذا ركزت كل جهدي ووقتي وتركيزي على ذلك الشيء فسأصبح أفضل شيء، أفضل إنسان في العالم في ذلك المجال. نعم نعم أكيد. إذن الوقت عملة الحياة، ولهذا وفي هذا السياق نوفي مشاهدينا بمقولة اليوم، والتي نقول فيها أو يقول فيها كارل ساندبرغ، وهو شاعر وكاتب سيرة أمريكي: الوقت عملة حياتك، وهو العملة الوحيدة التي تملكها، وأنت وحدك تستطيع أن تحدد كيف يمكن أن ينفق، فاحرص على أن لا تدع الآخرين ينفقونه بالنيابة عنك. هذا هو لب الموضوع. نعم. إذا لم تستغل وقتك فتأكد بأن الآخرين هم الذين يأخذون وقتك. أكيد. إذا لم تكن لديك أهداف فستكون ضمن أهداف الآخرين.
فقط إضافة جديدة، شيء مهم لكي أوفر الوقت أن أتحلى بالتفكير الإيجابي، أن يكون كل تفكير إيجابي سوف أربح الوقت الكثير في التعامل مع الناس، في التواصل مع الناس، أتجنب الكثير من سوء الفهم والقيل والقال والمناقشات والمهاترات التي تأخذ أوقات كثيرة جدا. نعم. سوف أربح هذا الوقت بحسن الاتصال وبالتفكير الإيجابي وهكذا، عندما نعم. أكون مفكرا إيجابيا متفائلا سوف تتضح الرؤية وسوف نخطط يعني بصفة سليمة أكيد. يعني كل شيء مرتبط في التنمية الذاتية للشخص وللفرد في أي فئة انتمى أو كان. إذن سيد جعمات إبراهيم، تشرفنا اليوم باستضافتك في قناة الجزائرية. آخر نصيحة أو أفضل وأحبذ أن تكون عبارة عن شيء أو نصيحة تستطيع أن تقدمها للذي يشاهدنا الآن من هذا المنبر يقول أنا من اليوم فصاعدا سوف أنظم وقتي، ما هي أول خطوة يخطوها اليوم بالذات؟ أن يقرر اليوم، يقرر. قررت أن أنظم وقتي، يبدأ من اليوم مذكرة، يكتب الأهداف، يكتب ما يستلزمه من وقت، وأبدأ في التنفيذ. هل تسمحي لي بقصة؟ تفضل. قصة هي قصة واقعية ولكن عندها أبعاد عميقة جدا. أستاذ يدرس لطلبته إدارة الوقت، فأتى بأنبوب بإناء كبير زجاجي وأدخل في الإناء مجموعة من الأحجار الكبيرة حتى امتلأ الإناء، فقال الطلاب هل انتهى؟ هل امتلأ الإناء؟ قالوا نعم. فسحب كيسا فيه أحجار صغيرة وملأ الأحجار الصغيرة بين الفجوات بالأحجار الكبيرة، ثم قال هل انتهى؟ قالوا ممكن انتهى. فأخرج كيسا من الرمل وصب الكيس الرمل، فتسرب الرمل إلى وأغلق كل مسامات، ثم قال هل انتهى الإناء؟ قالوا نعم. أخذ كأس ماء وأفرغه وما زال ماء، فقال لهم ما هي الحكمة؟ فقالوا الحكمة أنه يوجد دائما وقت لكل شيء. فقال هذه صحيح ولكن ليست هذه أهم شيء، أهم شيء هو أن نركز على أهم الأشياء في حياتنا ونعطيها الأولوية، اللي هي الحجارة. لأني إذا وضعت الرمل الأول اللي هي الأشياء التافهة والصغيرة سوف لا أجد مكانا للأحجار الكريمة وهي الأشياء الأساسية في حياتنا التي تمثل قيمنا وتوجهاتنا ورسالتنا في الحياة، وأهم الأشياء التي نسعى لأن نؤسس عليها حياتنا وأن نضع البصمة في هذا المجتمع. نعم، الحديث عن البصمة أستاذ، إذا نذكر أن العظماء والذين تركوا أثر عظيم في هذه الحياة، يعني كل شخص تمتع وعاش 24 ساعة في اليوم، يعني لا تختلف ساعاتنا ولا تختلف أيامنا ولا يختلف زمننا. مشكور سيد إبراهيم على الحضور اليوم. شكرا جزيلا لك. إذن أنتم مشاهدينا كالعادة قبل الختام أذكركم أن كل خطوة نخطوها في هذه الحياة تأخذنا إلى مكان ما، فثبتوا خطاكم إلى أن ألقاكم في العدد المقبل. دمتم أوفياء، سلام.